أكد النائب الأول لمحافظي صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب أن هناك مشاريع كثيرة في ناحية الإسحاقي أسوة بباقي أقضية المحافظة، مشيرا إلى الحاجة لتخصيصات مالية أكثر لاستكمال الأعمار والتوجه نحو التنمية في مجالات عدة. اليوم وضع الإسحاقي أفضل بكثير، اليوم هناك مشاريع بكل منطقة بالإسحاقي تقريبا، كل القرى اليوم هناك فيها مشاريع خدمية، مركز الناحية فيه مشاريع خدمية أسوة بباقي مدن المحافظة، وأنتم تلاحظون يعني حقيقة خلال الأشهر الماضية هناك زخم كبير من المشاريع يتم تنفيذها بكافة أو بكل تقريبا مناطق المحافظة، والإسحاقي واحدة من الوحدات الإدارية. احنا نحتاج كثيرا يعني تخصيصات، لدينا طموح كبير أن نكمل كل الخدمات الضرورية ونقفز إلى من موضوع الخدمات إلى موضوع التنمية، التنمية الزراعية والتنمية الصناعية والتنمية بكل المجالات، لأن احنا مناطقنا مناطق فيها الكثير من الثروات، هذه الثروات منها طبيعية وهذه وقسم من عندها تاريخية وقسم منها جغرافية، لذلك احنا حقيقة هذا الأمر نريد أن نصل له بعد إكمال موضوع الخدمات وبعد الوصول إلى الهدف المنشود وهو تحقيق الأمن الكامل والدائم في هذه المناطق.